نرحب بضيفنا عبر تطبيق زوم الموسيقار الكبير المصري هاني مهنا. مساك الله بالخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين الاول. وانت طيب الله يعطيك العافيه. طبعا ونرحب ايضا عبر الهاتف السيده جيهان الدسوقي قريبه كوكب الشرق ام كلثوم. مساك الله بالخير. مساء الخير. مساء النور يا فندم. طبعا نحن فرحين بوجودكم معنا، ولكن نبدا بالاسئله معك موسيقارنا الكبير هاني مهنا. في البدايه، ماذا يعني لك حصول كوكب الشرق ام كلثوم على المرتبه 61 في هذه القائمه اللي تعتبر فيها عظماء الغناء والفن في العالم؟ والله انا حزين ان جت 61، المفروض تيجي قبل كده بكتير. تستاهل صراحه والله العظيم. مش تحيز ومش انها يعني مطربه عظيمه ومصريه، لا بالعكس، انا بعتبر ام كلثوم ظاهره لن تتكرر، لن تتكرر على الاطلاق. نعم خالص. نعم. يعني فيها مزج ما بين قوه الصوت وقوه الاحساس. نعم. وده شيء نادر في صوت المطربه دايما او المطرب، كون ان تمتلك قوه صوت وقوه احساس في وقت واحد، ده شيء عظيم. يعني اي مطربه لما بتقول حاجة قوية وتطلع فوق ممكن تفقد جزء من إحساسها، لا أم كلثوم لا تفقد جزء من إحساسها إطلاقاً إطلاقاً. جميل. نعم أستاذ هاني، اسمح لي أروح للسيدة جيهان. أبا أعرف منك يعني كيف تلقيتم هذا الخبر؟ طبعاً بالنسبة لنا، أنا شخصياً تبقى هي جدتي، يعني أنا حبيبة أختها. نعم. طبعا ده بالنسبه لي كان شيء مشرف جدا، وكنت في منتهى السعاده، وزي ما قال الفنان الكبير استاذ هاني، فانا زي 61، يعني ده تحيز، انا متحيزه ليها، وكنت اتمنى او مش بتمنى، هي تستاهل اكتر من كده بصراحه. صحيح. بس طبعا شيء يفرحني، يعني الحمد لله نزل مستوى العالم، ده شيء رائع يعني. نعم جميل جميل جدا. طبعا نتوجه لك استاذ هاني، مثل ما شفنا ان المجله يعني وصفت صوت ام كلثوم بالرنان اللي يعبر عن المشاعر والعواطف بسهوله، كموسيقار شو اللي يميز صوت ام كلثوم عن الفنانين الاخرين؟ صوت ام كلثوم يعني هو فيه ميزه ربانيه، ان هو يعني لفظ علمي بنسميه ميتو سوبرانو. نعم. اللي هو فوق السوبرانو، بمعنى انها ممكن تقول 3 أوكتاف ونص بمنتهى الاريحيه، فده شيء نادر برضو. وانا على ما اتذكر لما عملت الحفله في باريس في اولمبيا وهي راجعه في الطياره، شارل ديغول بعت لها برقيه على الطياره، قال لها على فكره انا حسيت بكل كلمه بتقوليها مع اني ما اعرفش عربي، انما حسيتها واندمجت معاها كاني اعرف اللغه العربيه وانا ما اعرفهاش. نعم صراحه. نعم. فدي شيء نادر، يعني شيء نادر. ام كلثوم كانت سفيره للوطن العربي في العالم صراحه، سفيره غناء، سفيره يعني انسانيات، فيها كل شيء، فيها الانسانيه، فيها المرح، فيها الغناء، فيها الثقافة اللي هي فعلا كانت بتتميز وتتزين بيها، كان شيء نادر. أم كلثوم كانت قارئة عظيمة بتلتهم المعلومات، وكانت حصالة لكل ما يحدث من حواليها من علوم واختراعات، فكانت يعني عبارة عن إن موسوعة ماشية على الأرض. مدرسة دي أم كلثوم، عشان كده بقيت معنا إلى هذا الحد، وهتبقى إن شاء الله أكثر من مئات السنين القادمة، لأن أم كلثوم دي زي ما قلت حضرتك يعني ظاهرة لن تتكرر إطلاقاً. أكيد يعني طبعاً. ربنا جد علينا بيها، إنما أنا بتهيألي مش ممكن حد تاني. كل اللي جم ناحية أم كلثوم اتحرقوا، المطربات الجدد، الأصوات الجميلة جداً 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 اللي غنت لأم كلثوم، ما يعني هم اللي اتضروا، مش ام كلثوم اللي اتضرت. نعم. صحيح. استاذ هاني، طبعا في ابحاث كثيره اجريت يعني حول صوت ام كلثوم واغانيها، شو اللي يجعل اغاني ام كلثوم تعيش كل هالسنين؟ لان ام كلثوم ما كانتش بتغني اي حاجه، يعني كانت بتتفحص الكلمه سواء في القصيده
يعني شوفي القصائد اللي غنتها قد ايه، عدد كم كبير جدا. التشكيل اللغة العربية في غنائها لا يمكن حرف أو كلمة تتشكل غلط، فدي ثقافتها العربية. إلى جانب بقى يعني كانت بتنتقي الكلمة قبل ما الملحن يصول ويقول في المعنى كتلحين، كانت بتقول أنا عايزة كذا، وكانت بتتدخل في اللحن وفي الكلمة، ولا يمكن تقول حاجة هي مش مقتنعة بيها قارس. نعم. يعني وبعدين أم كلثوم على ما أعرفها عن قرب إنها كانت بعد الحفلة بتروح مع الشريط الكبير اللي بيسجلوا لها في البيت، تقعد تسمع الحفلة كاملة بعد الحفلة وتنتقد نفسها وتقول اقصى عليك انت غنيتي كده ليه، الله انت حلوة قوي قوي. يعني كانت بتسمع الأعمال بتاعتها بعد الحفلة وكأنها لسه هاوية، لسه إنسانة جديدة في الفن. فده شيء عبقري، شيء عبقري. وبعدين ياما قالت لي على حاجات انا كنت يعني الحمد لله ربنا اكرمني وشرفت ان انا اشتغل معها اكتر من عمل، انما الاعداد اللي قعدت معها فيها وقولها مثلا انت بتحبي صوت مين، تقول لي من السيدات ولا من الرجاله، اقول لها من السيدات، انا عايز اعرف ام كلثوم بتطرب لمين، يعني دي مطربة المطربات ايه اللي بيشدها. فقالت لي انا في اثنين بيشدوني جدا، قلت لها مين، قالت لي فايزة احمد وشادية. فايزة معروفة مطربة، يعني دي من المطربات، انما شادية يعني صوت خفيف، قالت لي لا صوت مبهج، انا لما بسمع شادية ووصف المراية ألاقيني ببتسم، فالصوت فيه بهجة، صحيح صوت فيه حياة، عشان كده كانت بتحب شادية وفايزة أحمد. جميل. حاجات كتير اتكلمنا فيها بصراحة، ما عرفش البرنامج وقت البرنامج هيكفي ولا لا، بس يعني صراحة هي زي ما قلت موسوعة ثقافية فنية عبقرية. إزاي يعني هي دي أولا إدارة الصوت، يعني كن الإنسان يدير صوته صح، دي معجزة. يعني كيف تدير الصوت؟ نعم. كيف لما يكون في مرجع ثلاث مرات لشطرتين مثلا بتقولهم ثلاث مرات، ازاي بتوصل بالامانه اللحن كما لحن من الملحن بامانه صريحه، المره الثانيه في الاعاده بتحط زخارف كده كلثوميه حاجات، وما تحاولش تتفتون على العمل. نعم. بتحاول توصله للمتلقي بسلاسة ويقدر يغنيها، وبعدين ثالث مرة بترجع تاني للملحن. نعم. فدي إدارة صوت تدرس، يعني تاخد عليها كذا رسالة بالفعل، كيف النفس، يعني السكتة ما بين الجملة والجملة النفس بيبقى قد إيه، قوة الصوت وقوة النفس. أم كلثوم كان ممكن يوصل النفس بتاعها إلى أكتر من دقيقتين، وده شيء نادر جدا جدا يعني. جميل. طبعا نحن سمعنا كلام الموسيقار اللي يعد تقريبا من اكبر الموسيقيين في الوطن العربي، طبعا هذا الكلام اللي سمعتيه استاذة جيهان، وطبعا اكيد نحن حاليا تقريبا عندنا مر 40 سنة على وفاة كوكب الشرق، ونلاحظ ان نحن لحد الحين والى يومنا هذا نستمع لاغانيها، نفرح في اغانيها، وايضا في اقبال كبير على الحفلات اللي تقام بالهوليوغرام للفنانه الكبيره الراحله كوكب الشرق. كيف يحملكم هذا الشيء مسؤوليه كونكم من اقرباء كوكب الشرق؟ هي يعني طبعا مسؤوليه كبيره، لان احنا لازم نكون بنحترم التاريخ ده. وبعدين المايسترو الكبير الاستاذ هاني مهنا اتكلم بالحاجه اللي ما اعرفش اتكلم فيها، ان هو متخصص في المجال ده وحد دارس وحد كبير جدا. انا بقول ان هي يعني لسه مستمره الان بكلمه قالتها للاستاذ سلوى حجازي في اللقاء، بتقول لها ايه سر النجاح يا ست؟ قالت لها انا بحب اللي بعمله. فان هي بتحب اللي بتعمله ده وبتحترم اللي بتعمله نجحها الى الان. فده مسؤوليه علينا ان احنا لازم يكون في نحن بنحيي تراثها باسلوب معين، ان يكون في احترام لان احنا الكلمه اللي تخرج مننا كلنا، ان احنا لان بصراحه ده رمز ما ينفعش حد يخدشه او يجي ناحيته، لان ده رمز مصر كلها. نعم صحيح. لازم نرعى التراث بتاعها.
أكيد. مسؤولية كبيرة علينا على فكرة، مسؤولية كبيرة جدا يعني. أكيد. بالفعل. جميل. أستاذ هاني، أنت ذكرت قبل شوي أن كثير من الناس حاولوا أنهم يقلدون أم كلثوم كوكب الشرق ولكن لم ينجحوا. كان المطرب الراحل عبد الحليم حافظ قال عن صوت أم كلثوم أنها هي معجزة ولن تتكرر ولن يستطيع أحد ملء الفراغ الذي تركته. ليش قال هذا الكلام بالذات؟ بالضبط، عبد الحليم كان صريح جدا، وزي ما الأستاذ جهان دلوقتي قالت كلمة ان ام كلثوم كانت بتحب فنها. ما فيش فنان نجح وتالق وبقى سوبر ستار الا ما يكون حب فنه. حتى مش في الفن بس، مش في الطرب بس، في التلحين، في الكلمات، في الشعر، في العلوم حتى، يعني التكنولوجيا والحاجات دي. الانسان اللي بيحب عمله ده ربنا بيديله بقدر حبه للفن اللي عمله. عشان كده زويل نجح وخد نوبل لانه حب مهنته وحب علومه. فدايما الإنسان اللي بيحب عمله بيصل إلى مراحل ما بعد المنتظر أو الحلم. يعني الإنسان اللي بيعلم إنه مثلا يبقى كذا، لو حب عمله قوي ربنا بيديله أكتر من ما بيحلم. صحيح. فده شيء عبقري. إلى جانب بقى إن زي ما قال حليم، أم كلثوم يعني ظاهرة لن تتكرر فعلا. وانا سمعت مطربات كتيره قوي في اول ظهورهم واول يعني امتهانهم للفن حاولوا يغنوا اغاني ام كلثوم، ولكن بنشعر انهم ظلموا نفسهم ويعني زي ما تقولي وخلونا توحشنا ام كلثوم، وهم بنسمعهم اغاني ام كلثوم وحشتنا ام كلثوم عشان نسمعها. نعم. صراحه فده شيء يعني حضرناه وعصرناه على أكثر من زمن يعني. أكيد. صحيح. طبعاً نحن سعيدين بالكلام الطيب اللي سمعناه منك، وأيضاً تستحق كوكب الشرق هذا المدح والثناء بحكم أنها من رموز الموسيقى العربية اللي لن تتكرر أبداً. كل الشكر لك الموسيقار الكبير هاني مهنا على هذه المداخلة الجميلة. ربنا يخليكم، ومرسي أن أنتم بتهتموا بالفن مش المصري بس، العربي يعني. كويس ان انتوا بتحددوا يعني زي ما تقولي في برنامج وقت عشان تتكلموا عن تألق الفن العربي. نعم. ووجوده عالميا. بشكركم طبعا جدا جدا، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، والساده المشاهدين في دبي والامارات وكل البلدان العربيه طيبين. الله يجزاك خير. طبعا هذا واجبنا نحن كقناه عربيه، ان نفخر بكل العرب، وايضا نفخر فيك كونك موسيقار يعني كبير. وانا بالنسبه لي من الناس اللي احترم اعمالك الجميله اللي دائما ما تبهرنا. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. وطبعا ايضا نشكر السيده جيهان الدسوقي قريبه كوكب الشرق على مداخلتها، ونحن فخورين فيها مثل ما انت فخوره في فنانتنا الكبيره. لا لا، انا لا اشكر حضرتك والله على اهتمامكم بالحدث، وده شيء يشرفنا، لان طبعا احنا الامارات ومصر اشقاء. وده يعود على العرب، الوطن العربي كله. ام كلثوم مش مصريه بس. نعم. ام كلثوم تراث الوطن العربي كله. متشكره جدا اهتمامكم والله. الف شكر يا فندم. شكرا. شكرا لك. شكرا لك.